أرادت حركة الجهاد الإسلامي أن ترسل هذه الرسالة للشعب الفلسطيني وللأسرى أيضا في سجونهم في سجون الاحتلال. الرسالة اليوم من خلال هذه الجدارية أن تبقى هذه العملية في ذاكرة الشعب الفلسطيني، وخاصة في مكان مثل هذا المكان في وسط قطاع غزة، للكبير وللصغير حتى لا ينسوا أسرانا الأبطال ولا ينسوا معاناتهم. وهي رسالة بالنسبة للأسرى، في خاصة تأتي في هذا التوقيت، في هذه المعركة المفتوحة مع العدو الصهيوني، ويخوض الأسرى هذه المعركة بعد هذه العملية، لأن العدو الصهيوني أراد أن ينتزع منهم جميع الإنجازات التي حققوها في إضرابات سابقة. وأصر أبناء الجهاد الإسلامي تحديدا وكل الأسرى يقفون إلى جانبهم بانتزاع وإعادة هذه الإنجازات التي حققوها. لذلك المعركة ما زالت مشتعلة ومستمرة داخل السجون، وهناك مسيرات على امتداد الوطن تأييدا لهؤلاء الأسرى الفلسطينيين. لذلك نحن في قطاع غزة حاضرون دائما مع أنات وعذابات الأسرى الفلسطينيين، ولن نتخلى عنهم، وحتى أن الشعب الفلسطيني على امتداد الوطن سواء في القدس أو في الضفة الغربية أو في 48، الجميع هب لنصرة هؤلاء الأسرى. هذه الجدارية اليوم تمثل يعني شكل بسيط متواضع من الوفاء لهم، حتى تنقش أسماءهم وصورهم على جدران قطاع غزة. هذا دليل الوفاء لهم ولإنجازاتهم وصبرهم.